هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كتاب العلوم، الصف الرابع، الفصل الأول، الوحدة الأولى، دورات الحياة، الدرس الثاني، دور الزهرة في تكاثر النباتات، من صفحة 4 إلى صفحة 5. تساعد الزهور النباتات على التكاثر لأنها المسؤولة عن تكوين البذور، وتمثل الزهرة عضو التكاثر الجنسي في بعض من النباتات، تسمى النباتات الزهرية. تتكون البذور عند انتقال حبوب اللقاح من عضو التكاثر الذكري إلى عضو التكاثر الأنثوي في الزهرة. وتحتوي معظم النباتات الزهرية على العضو الذكري والعضو الأنثوي اللذين يساعدان النبات على التكاثر. تظهر في الصورة مجموعة من النباتات مختلفة الألوان والأشكال والأوراق، وهي عبارة عن زهور. في رأس الصفحة يوجد صندوق أزرق مكتوب فيه المصطلحات الرئيسة، وهي الزهرة، النباتات الزهرية، البذرة، حبوب اللقاح، بتلة، بويضة، سبلة، سداء، متك، خيط، كربلة، ميسم، قلم، ومبيض. واحد، ادرس الشكل الآتي الذي يمثل أجزاء الزهرة، ثم حدد عضو التذكير وعضو التأنيث فيها. تظهر الزهرة في هذه الصورة. مبدئيا يوجد هناك باللون البرتقالي أوراق الزهرة في الأعلى، يوجد عليها مؤشر يدل على أنه هذه البتلة. بعد ذلك يوجد حبوب صغيرة دائرية الشكل تسمى حبوب اللقاح، ثم الجزء الصلب الدائري في الأعلى يسمى متك، وتتصل فيها إلى الأسفل خيط رفيع يسمى الخيط. المتك والخيط نسميهما معا سدا. في الوسط يوجد بشكل باللون الأخضر وبشكل مخروطي تقريبا في الأعلى شيء يسمى ميسم، يمتد منه إلى الأسفل بشكل طولي شيء يسمى القلم، إلى أسفله يتسع بدائرة كبيرة لونها أخضر، الإطار الخارجي منها نسميه مبيض، بالوسط توجد البويضة، فالمبيض يحتوي على البويضة. فإذا ميسم، القلم، ثم المبيض وبداخله البويضة، هذه ثلاث مكونات تكون الكربلة. ثم توجد ورقة خضراء تنسدل إلى الأسفل وبجانب الكربلة، تسمى هذه الورقة سبلة. فإذا توجد بتلة، سبلة، سداء، وكربلة، هذه المكونات الرئيسية في الزهرة. يوجد مكتوب أسفل هذه الزهرة تمثل السداء عضو التذكير في الزهرة، وتمثل الكربلة عضو التأنيث فيها. اثنان، في رأيك لماذا تحتوي الزهرة على عضو تذكير وعضو تأنيث؟ ناقش زملائك في المجموعة فيما لديك من أفكار، ثم شارك بقية الزملاء في الصف فيما تتوصلون إليه. التمارين، واحد، أنشئ قائمة تحوي الأجزاء الذكرية للزهرة وقائمة أخرى تحوي أجزاءها الأنثوية.
استعن بكلتا القائمتين في تعيين أجزاء الزهرة الموضحة في الصفحة 3 من كتاب التمارين. 2- اجمع 4 زهور مختلفة، ثم استعمل العدسة المكبرة لتتمكن من تمييز جميع الأعضاء الذكرية والأعضاء الأنثوية في الزهرة وتحديد مكان وجودها بمساعدة المعلم. 3- ارسم شكلاً مفصلاً للزهرة في الصفحة 4 في كتاب التمارين، ثم عين جميع أجزاء الزهرة على الرسم. أخيراً، يوجد في الأسفل الصندوق الأزرق، وفي الأعلى مكتوب ماذا تعلمت؟ أولاً، الزهرة تساعد النبات على التكاثر. ثانياً، أن للزهرة عضو تذكير هو السداء، وعضو تأنيث هو الكربلة.